الله عز وجل يريد منا ونزمونغو أتاكا سيسي استقامة تونا مسمامو مع طاعة مناك تباكي تونا الثبات تدومو كتك طاعة موجود اليوم في حياة المسلمين اليوم وليو كتك يشاء وإسلامو إيمان نيماني مخلوط بالفسق إيمي تنغمانا وفسق مناك سامحوني متنسمه الكلام اليوم فيه شيء من الغلظه من انه يانغو كيدوغو اسما يانا وكالي كيدوغو ولكن هذا هو واقع حياتنا لكن هي ندو حاليتو اليفيو انا ما حصلت على الشاشه ها <applause> ما حصلت على الشاهي الشاهي إيه نعم للاسف شيخ انا كويده كني مسكيتي وانغو كيجا كتو محاضره لازم تملتي شاي انا زغومز انا كنيو شاي ساسا مكوسا شاي مكو مكالي في المحاضرة القادمة إن شاء الله فما هو المطلوب منا كنا شتكي ونيني للحفاظ يلي تويزك وحفاظي على إسلامنا وإسلام وعلى هويتنا نا كتنبولي شوشيتو وأن نشعر بقيمة ما عندنا تهيسي يعني ثمانية كيلتنا شو كميليكي من النعمة العظيمة جوية نعمة التي أعطانا الله عز وجل سبحانه وتعالى جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم. عليكو جمتكم تومي صلى الله عليه وسلم. اسمه وابصة بن معبد. وابصة بن معبد. جنذاك ايتو وابصة ابن معبد. بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر. بعد الفجر. يريد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وطاقك جمتكم تومي صلى الله عليه وسلم. قبل ان يسأل. قبلها جاء وليزا بادره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال فقال يا وابصه اكون بيا يا من اسمه؟ وابصه وابص ثلاث مرات انا قلت هذا طيب <applause> وابص طيب وابصه وابصه طيب هذه نعم. امراه؟ قال رجل طيب زي طلحه يعني فقال يا وابصه اكون بيا ايوه جئت تسال عن البر وميقولكوليذكوسوهما، فقال نعم يا رسول الله. كمبيدي يا رسول الله. وهذه من معجزات عليه الصلاة والسلام. هينك تكمل معجزة صلى الله عليه وسلم. أن يخبره الله بالشيء الذي لا يعلم به قبل ذلك. منكومبا خباري جانبو قبله إلا جنب النيمة هذي جفика. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم سال الله وسلم كمبيا. إش قلبك، جنجوزا ميواكو. اسال قلبك وليزي مو راجع المساله في نفسك يا رجلي هاي مسوالي ونفسياكو كل مسلم ومسلمه كل مسلم وممن أمك عنده في قلبه واعظ انا مواعظ ndani لا يكاد يخفى عليه الامر في الغالب مره نينغي مambo كواكي يأتيه الواعظ من الله عز وجل بأن هذا الأمر صحيح. هم

أنا في تو فيل فينا يعني لمة من الملك لمة من الملك ملك. يعني أنا أنا يعني واتو أم أنا ملايكة ولمة من الشيطان شو سمي بيكون يعني طيب كلمة لمة هذه أنا ما حصلت ما أعرف معناها وحي 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 أو يعني نيحة. طيب أو طيب طيب يعني أسمع كلام تو ونجزمو سبحانه وتعالى من جالية كما وحي ونوطوكان انا ملايكة لكن سواحي ها نكون أما ما بوينو توكاكو كو شيطاني طيب واسل المهم فهم كان الشيخ سعيد راجي يترجم بالإنجليزي وأنا أعرف شوية إنجليزي ممكن أساعده إن... لكن إن... الآن سواحلي لا أعرف شيخ والله أنا انجلي... إنجليزيتي أنا عالي جدا حتى لو تحدثت عليه سوف يسقطونها ولا لا <applause> لكني لا اعرف السواحل اللي تتكلم بها يا شيخ. اذا انا اعلى منك درجة. <applause> عندك ثلاث لغات. <applause> طيب. الشاهد احبتي الكرام قال عليه الصلاه والسلام لم من الملك ولم من, من الشيطان. الشيطان. طيب. فلمه الملك اي ايحاء الملك هي سهام له وحي ملائكه وعد بالخير وحظ عليه. يعني ني ني كما مو إذا يا خيري وملتة يا ولي والأمة الشيطاني نهو بان مونجينة وإلى كما كما تنبهيش ولا شيطان ليلة وعد بالشر وحظ عليه ني كما ماو إذا شاري نكو مهميزة فني إذا شار يعني كلا متفناه يوم وانظر أنت أيها المسلم والمسلمة ساتزام ويا مسلم ممكن أمومي إلى أي الأمرين تميل نفسك؟ نفسياكو يا ميل يعني يا بندوكيا وقاندياني كون هي لُمّة من الملك أو من الشيطان. كلا مُوَجَوَينُ وَتَزَامُ فما وجدت نفسك أو نفسك تميل إليه وكيونا نفسياكو يا ميل كوني وشيطاني. فلا تتبعه وصفوات ها قد افلح من زكاها مزمغه سما مفاول يله من يكتكاس نفس فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يله تكاي اوغوبا من يزمغه سما يله تكاي اوغوبا كسماما مبل يا من يزمغه نا اكايكانا نفسي yake na فان الجنه هي الماوى بس متو هو مشكيو yake ni أكثر شيء يغالبنا جامبو زيتو أمبالو لا تشين سيسي سانا ويجعلنا نخالف شريعة ربنا لا تفاني سيسي تخالف شريعة مونغويتو هوا نفوسنا ني هوا يعني ما يا نفسي ولذلك الله عز وجل نكواجي لهيو نديو مونيز مونغو سبحانه وتعالى جعل الفوز في الدنيا والآخرة

في تفسير هذه الكلمة في كتبت تفسير كتبت هذه الآية يقول تفسير آية هي يقول ضع قدمك الأولى إيكا جواك وكوانزا على هوى نفسك كتير ما تمني والخطوة الأخرى القدم الأخرى تكون في الجنة نعم قوابيلي كنياجة بحب وكنياجة نفسي سوق واتقول بريانيا مكزان نمي هوغو فكا كوفا ليس البدن هوى النفس هوى النفس مخالفة هوى النفس أصل ومتو كخليفة ما تمانية نفس نمسيني. أصل في الاستقامة على شرع الله ومنهجه. اليوم سينجي وكم بمتو سمامه أو كدوم كتك الشريعة من يزمونه سبحانه وتعالى ولذلك لو لقيت مسلما أو مسلمة ونمومي أو منمكي قد وقع في شيء من محرم أمي جامبو ذنبي أو معصية أو معصية فسألته وكموليزا يا شيخ هذا حرام يا كومبيه حرام لماذا تفعل هذا الشيء بونو فانيا هيفي ما هو جوابه جوابه يا كاتا كومبيانيني هل تجد مسلم أو مسلمة يقول لك لا أعرف حكم هذه المسألة جاء وإذا كم بات مسلم أو مؤمن أم كي أقوم بيه ميمي سيجوي هي يانك لا تجد أبدا سامه هو نادر نادر فما الذي دفعه إلى المخالفة هذا فانيا نيني يا هذا كوجيبونيني يعني اتباع الهوى تقوم بها مفوتا هوى مفوتا نفسيا ولذلك لكم ان تستغربوا شيئا ماذا لهم يقول لكم ان تستغربوا شيئا طيب من حق <applause> يستجاب يا وهو ان الله عز وجل جعل من النفس شيء اخر غيرك كومونيز مونغو سبحانه وتعالى ايش ايش فعل الله تبارك وتعالى؟ جعل من النفس اما يجي لي نفس نفسي شيئا اخر كيتو <applause> كينجيني معك

تشبه المركوب يعني انا يفع... ينفانيشوا نفسي كواني كيتو كيمباندوا جو وانت الراكب نا ووي ندي اولي يوباندا وبيدك الحبال نا ووي مشكيليا ايله لجام ايله كامبا اما ان تقودها ني ووي ساسا ايله نفسي الى الخير كاتكا خيري واما ان تقودك هي الى غيره

أنت مسؤول عنها. ويو تاوليزو أنت مسؤول عن تزكيتها. ويو تاوليزو كوسو علمت نفس ما أحضرت يوم القيامة. يقول. نفسي تاجيوكي توجاني كيمي فانية، سكوكيانا، مونغوسين. ما قدمت وأخرت. نفسي ناجيوكي فانية ناكيلي تشو أاشابية. إخوتي الكرام. وجل هي ولوكزانغو. خلاصة الكلام. وفوبيشا من أنويتو. نختم. توماليزا. الحمد لله <applause> لا تعجب من غير المسلم إذا أسلم وستتجاوب وسيقوم إسلامه أك أكسليمه وقبل أن تقول له كيف أسلمت نقبله جمولي سيقوم اسلام إسلامه في وبيبي قل له قل لنفسك ينبي لنفسكو هل حققت إسلامي جيمي مينيمي تيكاليزا وسلام وانغو هل انا محافظ على إسلامي ميمي جينيم هوفادي واسلام وانغو ثم يأتي جواب السؤال الأول الذي قلته لكم في مؤول المحاضرة في شهابون قلت يا سؤال يا كوانزا للامبارين ييييوزكا وليمحاضرة كوانزا ميموزا ومحاضرة سألتكم عن موضوع المحاضرة في العام الماضي وموضوع يا كوانزا والأموات واليوم كان الموضوع

قليل جدا. والله كثير هنا. اسال الله الذي لا اله الا هو باسمائه وصفاته ان يوفقني واياكم ما يحب ويرضى. امين. وان يلهمنا أمبردوشي. واياكم الهدى أمين. والتقوى. امين. وان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا. امين. وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. امين. وان يجعلنا واياكم والمسلمين اجمعين من أمين. الراشدين أمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه أمين. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بقي أن أقول شيء في آخر كلامي أنا سعيد أن ألتقي بكم للمرة الثالثة أسمى الشيخ أنا فراحكو ويكتنا نانيني تينا كما رهيني مرة ثالثة ولا ثالثة في المؤتمر هذا يعني أنا فراها قصانتين أنا نيني مرأتات هل أنتم سعيدون كذلك؟ إيه سيوة. إن كنتم سعيدون فالحمد لله كما منا يعني من هي والحمد لله وإن كنتم غير سعيدين فليس لكم إلا الصبر اصبروا أو لا تصبروا سبريني أو مسي سبيري ما لكم من محيص أمنا جي وصلت إلى <applause> نيروبي والآن بدأ المؤتمر أسيما أني نيروبي والآن إيش ترجع له لا 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 أرجع حتى أنتهي المؤتمر خلاص أسيما شفيكا بقى مؤتمر أو كونفرنسي إيشي ويو كاما من فراهي خير هم كفراهي بي هم نبودي مصبيري ودنياني يوم سلامك